في المملكة المتحدة أعلنت رئيسة الوزراء لستراس اليوم عن تجميد أسعار الطاقة لمدة عامين عند سقف 2500 جنيه استرليني، أي ما يعادل نحو 2800 يورو سنويا للأسرة العادية، وذلك لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وقالت تراس التي كانت تتحدث أمام البرلمان أن أسعار الطاقة سيتم تجميدها لمدة 6 أشهر للشركات، موضحة أن الإجراء يوازي اقتصاد حوالي 1000 جنيه سنويا مقارنة بالزيادات في الأسعار متوقعة في الفاتح من أكتوبر المقبل. هذه الحكومة تتحرك على الفور لتقديم ضمانات جديدة للناس بشأن أسعار وفواتير الطاقة. هذا الإجراء سيحد من التضخم ويعزز النمو ويضمن تعليقا مؤقتا للرسوم المرتقبة اعتبارا من بداية أكتوبر المقبل، ولهذا لن تدفع الأسر أكثر من 2500 جنيه استرليني سنويا لكل عام من العامين المقبلين، ريثما نعيد سوق الطاقة إلى المسار الصحيح. إلى ذلك، هبط الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى منذ عام 1984 ليعبر عن استمرار معاناة سادس أكبر اقتصاد في العالم. ولامست العملة البريطانية مستوى $1.14 مع استمرار تعرض ميزان مدفوعات البلاد إلى ضغوطات غير مسبوقة ناتجة جزئيا عن ارتفاع تكاليف الواردات وتفشي التضخم في سائر مناحي الحياة. من عصر الخبيرة مارغريت ثاتشر إلى عهد الشابة لستراس، مواقف وصور تتكرر، ليس بسبب لقائهما البروتوكولي بالملكة إليزابيث في قصر باكنغهام أو سوى، إنما بفعل حنين الجنيه الإسترليني في بداية حقبة رئيسة الوزراء الجديدة إلى مستوياته التي كان عليها إبان حكم السيدة المعروفة بالحديدية. وكأن الزمان يعيد نفسه، عملة سادس أكبر ناتج محلي في العالم في مرمى التحديات، فها هي تنزلق إلى أدنى مستوى منذ 1985 لتخسر على مدار عام 17% من قيمتها أمام نظيرتها الأمريكية، معبرة عما يعانيه الاقتصاد البريطاني الذي يحاول عبثا الصمود في وجه الرياح المعاكسة التي أرسلتها الحرب الجارية شرقية أوروبا. ليستراس تبدأ مهمتها الشاقة وكأنها تمشي في حقل من الألغام، فالتضخم الآخذ في التعالي لم يبلغ منتهاه بعد، ذلك أن التوقعات تفيد بتسلقه إلى 18% مطلع العام المقبل، وحينها سيكون الجنيه مرشحا للتعادل مع الدولار، العملة المنتشية بتشدد السياسة النقدية التي ينتهجها البنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والتي يعجز نظيره الإنجليزي عن مسيرتها. بنك إنجلترا الذي لا تعجب سياسة محافظه أندرو بيلي نهج رئيسة الوزراء يضع اللمسات الأخيرة لاجتماعه المرتقب منتصف سبتمبر الحالي، إذ يرجح رفعه معدلات الفائدة 75 نقطة علها تمكن الجنيه من وضع حد لنزيفه، نزيف تسببت فيه الحرب الروسية في أوكرانيا والتي دفعت لندن لزيادة فاتورة الطاقة على مواطنيها غير ممرة بانتظار أكبرها في أكتوبر وبنسبة 80%. تراس في سباق مع عقارب الساعة، فالوقت محدود لتنفيذ خططها لمواجهة تحديات ملف الطاقة والتضخم وتهاوي الجنيه، لأن الناخب البريطاني لن يرحم مرشحه، والشتاء القريب لن يفعل كذلك أيضا. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن عبر خدمة سكايب دكتور محمد حيدر، أستاذ الاقتصاد السياسي، أهلا بك. بداية، يعني تراجع سعر الجنيه الاسترليني في أدنى مستوى له منذ 37 عاما، برأيك ما هي العوامل التي أثرت على هذا التراجع؟ طبعا يعني هناك عوامل كثيرة، من أهم هذه العوامل أنه ارتفاع أسعار النفط، هذا من ناحية، ارتفاع التضخم، ارتفاع الأسعار بشكل عام، يعني وهناك تضخم مستورد وليس محليا بفعل الواردات القادمة من الخارج من المواد الأولية، من كل ما يتم استيراده أصبح مرتفع الأسعار بشكل غير عادي. هذا من ناحية. الناحية الأخرى، الاقتصاد بحد ذاته نتيجة
ما خلفه وباء كورونا على اقتصاد العالم كان يعاني أيضا من كثير من النواقص. يعني هناك تراجع كان في إيرادات الدولة، تراجع في الموارد التي يمكن أن تستفيد منها عبر المعابر الحدودية من الجمارك وغيرها. هذا كله له أثر مهم جدا على ميزانيات الدولة، إضافة إلى أن هناك متاعب مالية بالنسبة للدولة لما يجب أن تؤديه من خدمات تجاه المواطن البريطاني. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أيضا كان له انعكاسات على الاقتصاد. كل هذه العوامل مجتمعة مع بعضها البعض، والسبب الرئيسي المهم جدا هو ارتفاع أسعار الفائدة عالميا وخاصة الدولار الأمريكي، وهذا ما يجعل الجنيه الاسترليني غير قادر على أن ينافس الدولار لارتفاع أسعار الفائدة على الدولار وتجميع الأموال من دون سندات الخزينة التي يمكن أن تصدرها الحكومة الأمريكية. نعم فبالتالي يترك الجنيه الاسترليني ضعيفا مع عملات أخرى أيضا مثل الين الياباني والعملات الأخرى. يعني اليوم هناك تراجع واضح جدا في معظم العملات، الفرنك الفرنسي، في اليورو، في الدولار الأسترالي. كل هذا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي رفعتها الولايات المتحدة الأمريكية نعم لكي تستقطب دكتور محمد، استثمارات على نعم سندات الخزينة. بنوك عالمية اليوم مثل بنك دوتشي يتوقعون يعني استمرار نزيف الجنيه الاسترليني، هل هي مجرد توقعات أم أنها دراسات مبنية على معلومات؟ ليس فقط الجنيه الاسترليني، طالما هناك حالة رفع. المشكلة شوف، ليس هناك حلول يعني يمكن أن تكون هي الحل الصحيح أو الدواء الناجع لهذه المشكلة الاقتصادية. والمشكلة الاقتصادية متعددة الأطراف، أحيانا تكون ارتفاع أسعار الفائدة، أحيانا تراجع الأداء الصناعي، أحيانا يكون التضخم. كل هذه المسائل مرتبطة مع بعضها البعض، وعوامل أخرى مثل مثلا ارتفاع أسعار الطاقة الذي يمكن أن يدمر أي أمل بأن يكون هناك نمو اقتصادي، لأن كل هذه العوامل المجتمعة سيكون لها انعكاس على القدرة الشرائية للمواطن. كيف يمكن الدولة أن تواجه هذه الأزمة في الوقت الذي الدول الأخرى تواجه نفس الأزمة أيضا؟ وما يمكن أن يؤثر على هذه العملات كما قلت هو ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، وهذه مصيبة أخرى أيضا. إذا حاولت هذه الدول من تحسين أوضاع وضع الجنيه الاسترليني أو أي عملة، ترى أنه يمكن أن ترفع أسعار الفائدة لكي تستقطب استثمارات عالمية عن طريق السندات الخزينة نعم بفعل الفائدة عليها. لكن ارتفاع أسعار الفائدة أيضا محليا سيكون له ضرر، ويكون له انعكاس سيء جدا على عمليات الإقراض، على كل من لديه اعتمادات مالية عبر البنوك أو قروض قصيرة الأمد وطويلة الأمد. والأوروبيين أيضا ممكن أن يتضرروا بشكل سيء جدا بسبب القروض السكنية، لأن معظم استثمارات الأوروبيين هي في منازلهم، وأكثر من 60% على الأقل لديهم قروض إسكانية. هذه القروض إذا ارتفعت الأسعار عليها، أسعار الفائدة، هذا يعني سيتعب كاهل المواطن الأوروبي بشكل عام في كيفية سداد هذه القروض. وإذا لم يكن عنده القدرة المالية لسداد هذه نعم الالتزامات الشهرية، يعني هذا ما لا يمكن الهروب. هي ليست فاتورة طاقة فقط، لا، نعم هناك التزام يجب أن يسدده للمصارف، وإلا تضع المصارف يدها على هذه العقارات وهذه المنازل. نعم ونحن نتذكر ماذا حدث في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب هذا الانفلاش الذي حدث، وبسبب عدم قدرة الناس سداد هذه الديون. فبالتالي يمكن أن يكون له انعكاس سيء ارتفاع أسعار الفائدة. دكتور محمد، أستاذ الاقتصاد السياسي من لندن، شكرا.